مو عيب يونس يحكي بأمور تكتيكية، هو يونس محمود لاعب يعني من أقعد أنا يحكي بأمور تكتيكية ممكن مع المدربين والكادر التدريبي، مو أحكي أفرض أقول لازم يحكي من وجهة نظر، وهذا إذا يصير يعني هذا شيء طبيعي وهو المفروض يعني هاي الأمور يعني كتم عنها ما أطرحها، يعني ما أسحب لاعبين على انفراد وأحكي بأمور تكتيكية أقعد وأحكي، وها من حقك أنت اليوم أنت مشرف منتخب وطني تبين وجهة نظرك أنت وقد يستفاد منها المدرب. الجانب الإداري يشوف باوع، أولا لازم البيئة المحيطة بالمنتخب الوطني تتغير. شلون البيئة المحيطة يعني؟ أشخاص؟ أنا أعتقد يجب تغيير بعض الأشخاص. بعض الأشخاص؟ أي يجب على غني شهد أنه يغير بعض الأشخاص المحيطين بالتنظيم الإداري، لأنه حتى يبدأ عهد جديد. يعني هو عندك المدير الإداري وعندك المشرف، هاي المنظومة الإدارية، عندك مشرف منتخب وعندك مدير إداري للمنتخب، وأيضا عندك منسق إعلامي للمنتخب، هؤلاء الثلاثة قد يدخلون في الجوانب الإدارية. يعني أنا أتمنى أنه يونس محمود يرفع إيده عن الإشراف على المنتخب الوطني. أها يعني أنت تقصد يونس محمود هو بالذات، لأنه وجود يونس راح يصل الضغط عليه. من أنت تتلاحظ كل يونس قال يونس هذا الضغط وين يسلط؟ يسلط على المدرب وعلى اللاعبين. أتمنى من يونس أنه ما بيش أنا أروح ويا المنتخب السفراء بس أرفع إيدي من الإشراف على المنتخب الوطني. واحنا سبق انه انتم من رشحتوا كاتحاد كره قدم وقلتوا انه انتم قلتوا احنا ما نشرف على، تتذكر من كانت اللجان نفسهم اعضاء الاتحاد قلتوا ما راح نشرف، لذلك المنتخب الوطني يحتاج الى مشرف بمواصفات عده خبره، رجل مارس عمليه تدريبيه داخل في تصفيات او بطولات هزتهز، بحيث يكون رايه متزن ويعني كلامه يكون متزن حتى ويا الإعلام. أنا أقول لك هاي أحد المسائل، وأنا أتمنى هاي تكون يعني أتمنى أنه الاتحاد يلاحظ هذا الأمر ويطبق هذا الموضوع، لأن وجود يونس يعني حقيقة راح يسبب ضغط كبير. بس نشوف يونس الناس تحمله أكثر من اللازم، هو نفسه يونس هو دي يتحمل أكثر من اللازم، دي يحمل ودي يضغطون عليه أكثر من اللازم، هو وضع نفسه أحيان. شوف أنت الآن من جيت إداري لازم تبني نفسك اداريا من تباوع العمل الاداري، انا رجال خريج اداره اعمال اولا، يعني خاصه من تريد تبني نفسك اداريا لا راسا تروح يلا تعال اجتمع ويا اللاعبين واقعد وانا ارد بين نفسي، لا ابقى بعيد اجس نبض اشوف شنو الوضع، شنو الممكن ادخل منه، شنو الممكن اتعلمه، اكو فرق بين انت كنائب رئيس اتحاد وبين مشرف فريق. هذا التداخل ده يصير بالعمل. دائما من انت مشرف وراح تعطيك انطباع انه تتدخل وتقول فلان نائب ثاني، يعني لازم تصير كاريزما مالتك تختلف. طيب فاعتقد انه من ضمن الشغلات الاداريه لازم حسب رايك انه يونس يبتعد عن خلال هاي الفتره.